اذا ما اهتميت بالكولاجين اللي بجسمك، جسمك رح يصغر، عظامك رح توجعك، المفاصل عندك رح يصير فيها الام كتير، وجلدك رح يكرنش. طيب من وين نشوف الكولاجين؟ الكولاجين موجود بكل جسمنا، بالشعر، بالجلد، بالعيون، بالمفاصل، بالكلى، تقريبا في 13 نوع من الكولاجين. من وين بدنا ناخده؟ ممكن اهم شيء ممكن تاخده تعمل شوربة العظام، عظام البقر، فيها بتعطيك كولاجين بنسبة كبيرة، ولكن لازم نغليه لفترة ساعتين لثلاثة، ويفضل تحط معه ملعقة خل، لأنه هي بتحاول تسحب لك وتفصل لك الكولاجين الموجود. هالمادة اللي بتشوفها مثل الجولي، الجولي نفسه اللي بناكله، هالمادة الهلامية هي نفسها الكولاجين، ممكن تحصل عليها من كذا طريقة. آخر شيء ممكن تاخذ حبوب الكولاجين، وطبعا في أنواع للكولاجين، طبعا لازم تاخذها لفترة عادة من 3 شهور ل6 شهور، شهر أو شهرين بوجهة نظري ما بيكفوا. إذا أخذتوها ضمن هالفترة أكيد رح تاخذوا نتيجة، ولكن لازم تنتبهوا أنكم تاخذوا شغلتين معها، فيتامين A وفيتامين C، ويفضل كمان ناخذ معهم فيتامين E.